السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أكيد حضراتكم سمعتم وشفتم اللي بيحصل في أسوان. هكلم حضراتكم عن التطورات وعن الأعداد للناس اللي بحسب تشخيص الأطباء بيقولك الاشتباه في الكوليرا. هقول لحضراتكم عن الأعداد وصلت كام والرسالة اللي جت لينا من مستشفى الجامعي في أسوان، من داخل المستشفى، من طبيب يعمل داخل المستشفى. أيضا هكلم حضراتكم ليه معاليك مش لاقي الدواء. اعتراف مهم جدا من رئيس الوزراء المصري، هو الدواء بتاع المصريين وديناه فين؟ زي ما الكهرباء اللي بتقطع على المصريين بنوديها فين؟ زي ما كذلك كل شيء انت مش لاقيه، ولا الغاز اللي احنا بنشتريه بالديون انت مش لاقيه، بيروح فين الغاز ده؟ هوريك الاعتراف بتاع رئيس الوزراء ده دلوقتي يا جماعه، بس انا اسف قبل ما اوريك ده واوريك ده، اتمنى من حضراتكم ويكون ليا الشرف طبعا ان حضراتكم يعني تشتركوا في صفحه تويتر اللي موجوده امام حضراتكم، موقع اكس، يعني الصفحة اللي موجودة أمامكم، واللي مش عارف هل أنا بقى اللي فقري ولا إيه بالظبط. أنا كل ما أعمل صفحة بتتقفل، كل ما أعمل صفحة بتتقفل، والله لو كتبت على لا إله إلا الله محمد رسول الله برضه بيقفلوها لي، ما تعرفش في إيه بالظبط. لكن أتمنى من حضراتكم الاشتراك أو متابعتنا على تويتر، ويكون لي عظيم الشرف طبعا وجود حضراتكم. خلينا أبدأ مع حضراتكم بالترتيب من ناحية اللي بيحصل داخل أو في أسوان، وتحديدا في المستشفى الجامعي في أسوان. جات لنا رسالة من طبيب هناك بيعمل في مستشفى الجامعي إن عدد الناس بس فقط لا غير اللي وصلوا له من أسوان امبارح فوق ال 300 شخص. طيب في أول وفي أول امبارح وفي يعني في من 4 أيام. بيقول لك اللي وصل لي امبارح فقط لا غير فوق ال 300 شخص. نفس الأعراض، نفس التشخيص، بنشتبه في إن ده كوليرا. طيب الحكومة المصرية بتكذب لغاية دلوقتي، بتقول لك احنا حلوين، احنا جامدين، احنا 100 فل و10، ونخرج البعض ينعق ويقول لك ده سبب السودان، ده سبب مش عارف ايه، ده سبب سد اربعات اللي هو اصلا ملوش علاقة بالمجرى المائي بتاع نهر النيل، بس قال لك هو السد، فبعض اللجان والذباب بتوع السيسي صدقوا على هذه الكلمات. وزي ما قلنا ورينا حضراتكم امبارح واد مغني كده اسمه تامر عاشور دخل يتكلم علينا، والكلام ده كله زي ما هو امام حضراتكم كده. الا ان يا جماعه الاعداد اللي بيحصل في اسوان في ازدياد، الحكومه بتكذب وبتتحرى الكذب. السلام عليكم. تاني حاله وفاه لشاب في بريش بسبب حالات التسمم المعوي، وامبارح كانت سيده مش عارف الدنيا رايحه بينا على فين. والله انا صاحي النهارده مغص شديد جدا جدا جدا، اسهال متكرر، والله جسمي همدان. انا بصور الفيديو ده وانا بالعافيه ونازل الشغل، ربنا يعلم انا نازل ازاي. بعد اذنكم خدوا بالكم من نفسكم. اسوان فيها مدعكه، فيها مدعكه من قيء واسهال ودوار غثام، في مدعكه بتؤدي الى فشل كلوي، في مدعكه، تلوث الميه 99% تلوث الميه. معظم الاطباء هناك بتناشد ان هي كوليرا. لما رفعت امبارح وقلنا ان بناء على ما يتحدث اهالي اسوان ان السبب مصنع كيما للكيماويات والاسمده، بعض الناس في الكومنتات قالوا لا ما تقولش كده، ده حجه عشان يبيع مصنع كيما. حضرتك احنا مصر كلها اتباعت، مش هتيجي على مصنع كيما. احنا اقول لك سيبك من مصنع، احنا بنبيع مدن حلوه، احنا بنبيع مدينه راس الحكمه، احنا بنبيع شبه جزيره بناس. لو حضراتكم تعرفوا شبه جزيره بناس دي في البحر الاحمر عامله ازاي، هتقول لا والله ما نبيعهاش، احنا بنبيع طيران وصنافير. فاتس فاني مش هتيجي على مصنع كيما، احنا بعنا ما هو اعظم من مصنع كيما 7000 مره. لكن الملخص والخلاصه هو ان مصنع كيما بيلقي مياه الصرف بتاعته في نهر النيل. ولما اتكلمت امبارح وعرضت لحضراتكم الصوره الجميله دي، قلت لحضراتكم الصوره دي من ابو زعبل. اتحدى اي واحد يعدي من هناك ويرفع لايف ويصور المكان ده، هتعرفوا ان ابو زعبل المصنع بتاع الاسمده اللي في ابو زعبل بيلقي مخلفاته كلها في ترعه الاسماعيليه، احد روافد وافرع نهر النيل، بيلقيها اللي بتعدي على الشرقيه وبتغذي الشرقيه بالمياه العذبه وبتغذي الاليوبيه ولغايه الاسماعيليه. الميه بتاعت مصنع السماد المخلفات بتاعته بتلقى في مياه نهر النيل، ترعه الاسماعيليه، فابو زعبل وروحوا صوروا الخضار والزراعه اللي حوالين منها عامله ازاي، وبيوت الناس هتلاقيها اصفر صفار غير طبيعي بسبب المواد الكبريتيه والاسمده اللي بتخرج منها والكلام ده كله.
روحوا اعملوا كده. ده ملخص مبدئيا كده موضوع اللي بيحصل في اسوان، ودي الرساله اللي جت ليا لما قلت لحضراتكم رافع فيديو على قناه التليجرام عما حدث في حيفا، فجالي الرد ده امام حضراتكم. اكتر من 400 حاله، الشخص ده مش بيكتب كلام هوائي، الشخص ده من اسوان. اكتر من 400 حاله، وللاسف الشديد في عدد من الحالات ذهبوا لله عز وجل، نسال الله تعالى ان يرحمهم وان يصبر اهلهم. دي النقطه الاولى يا جماعه من هذا الفيديو. النقطه الثانيه اللي يوريك قد ايه الحكومه، السيسي حكومته عصابته جنراته حتى لجانه بيحتقروك، شايفينك انت كمواطن مالكش ريحه اللازم، انت مالكش حقوق، انت بالنسبه لنا حلوب، ناخد منك فلوس ضرائب، نرفع عليك اسعار كهرباء، نرفع عليك اسعار ادويه، نرفع عليك اسعار رغيف العيش، الغاز، البنزين، الديزل، الوقود، كل حاجه نرفعها عليك، اما كحقوق انت مالكش حقوق عندنا خالص، انت مالكش اي حاجه عندنا، انت مواطن، انت زبون. السيسي وحكومته بيتعاملوا معاك على انك زبون. شايف الخبر ده؟ بالله عليكم عرضنا لكم كام فيديو لكم مواطن مصري مش لاقيين الدواء، الانسولين في مصر مش لاقينه. اي دكتور او اي صيدليه او اي حد مش محتاج الدواء علشان انا محتاجه، انا عمال الف بقالي فتره على دواء الضغط مش لاقيه. برشامه الريفو اللي هو الاسبرين اللي كان حضرتك تروح تشتري اي حاجه من المحل يتبقى لك 15 قرش معوش فكه صاحب المحل فكان يديك بهم 3 برشامات ريفو، مش كان بتحصل في مصر؟ قول ما بيحصلش بقى، كان بتحصل. طيب برشام الريفو والادويه دي كلها مش موجوده، ادويه الضغط مش موجود، ادويه بتاعت مرضى الكلى مش موجود، ادويه العظام مش موجود، المسكن بتاع الاسنان والكلام ده كله الناس اللي بتتقلب مش موجود، كل دواء القلب مش موجود، السكر مش موجود، كل حاجه مش موجوده، راحت فين؟ اتاري الحكومه بيعاها. الا اتاري الحكومه بيعاها. طب والمواطن المصري؟ مصري ايه يا دي انت؟ انت مصري. ارفع راسك فوق، انت مصري عشان تاخد على عين اللي خلفوك. انت مصري مالكش لازمه. الحكومه بتقول لك مصطفى مدبولي بيفتخر، بيفتخر احنا بنبيع. طب والشعب اللي مش لاقي الدواء؟ انا مال يا فندم الشعب مش لاقي الدواء. شوف يا جماعه السيسي لما بدا معاكم حته بلاش ناكل لحمه وبتاكلوا كل رجول فراخ ومش عارف ايه، كان بيبدا معاكم واحده واحده، وصلك للدواء، للدواء اللي هو في تركيا الوحشه، المواطن التركي بياخد الدواء ببلاش مجانا، مجانا في فرنسا الدواء بيتاخد مجانا، بنروح نجيبه مجانا. انت معايا؟ طيب الدواء، لا مفيش دواء، مفيش دواء. ليه؟ احنا بنصدره يالا يا دي، احنا مزنوقين في 2 3 مليار دولار عايزين نسدد بهم ديون. ايوه يا فندم، ما تسد من الفلوس اللي بتجيب بها قروض. نعم يا روح امك، اسد من الفلوس اللي بجيب بها قروض؟ والواد محمود ما اروحش احوش له السنه دي 2 مليار دولار هو والبت ايه والواد مصطفى وحسن؟ قسيت. انا هبيع الدواء بتاعك، هبيع الدواء يا فندم، انا كده لما مش هلاقي علاج، انا مال امي، ما يخصنيش، ما يخصنيش، اتنايل على عينك، اتنايل على عينك انت واللي خلفوك، ده ما يخصنيش انا. فالسيسي قرر يبيع الدواء بتاعكم، ومدبولي طالع يفتخر بالكلام ده كله. والله العظيم عندي كميه فيديوهات لكميه ناس في مصر والله بيقولوا مش لاقيين ناكل، بنعمل كده مش لاقيين ناكل. رجاله، راجل بعت لي فيديو ليه هو شخصيا يعني، بس هو بعته لي، هو بيقول ليش انشره يعني، بس هو بيقول لي علشان اوريك الوضع اللي احنا فيه. انا باكل اكلتين، الثالثه برضاش اكلها بالليل علشان خاطر اخلي اولادي هم اللي يتعشوا. اوريك الوضع اللي وصلت ليه مصر. هناك حاله من الفخر ان مصر بتبيع الدواء بتاعكم. هو ده الوضع المهبب اللي فيه مصر يا جماعه. ما تعرفش بقى، كنا بنعمل فيديوهات تحت عنوان ثوره الجياع، فمش عارف دلوقتي نعمل عنوان تحت ثوره المرضى ولا برضه ولا لا، لكن طول ما السيسي موجود، طول ما هناك طبقات من مصر هتنضم هتنضم هتنضم، لما الشعب كله بالكامل مش هتلاقي لا رغيف عيش ولا حبه بنزين ولا كهرباء اللي هيرفع عليك اسعارها تاني، والبنزين بالمناسبه هيترفع اسعاره في شهر 12 اللي جاي، واعتقد كده مفيش حاجه بنقولها لكم الا بتطلع صح للاسف الشديد. كل شيء هيتباع عليكم، حتى الناس اللي في اسوان واللي بيحصل فيهم الحكومه بتنكر بتقول مفيش حاجه بتحصل. ليه؟ احنا جامدين حلوين، امال نؤكد ونقول انهم تعبانين بجد؟ هيقولوا لنا هاتوا دواء لما تعبانين، اديك دواء زياده انا ببيعه، ووريتك الخبر. سلام عليكم. واعترف ان انا غنيت تسلم ايادي ومنادي على الصعيدي ابن اخوه بورسعيدي، وان انا انتخبتك وان انا صدقتك، قلت ابنكم شريف صدقناك، قلت هتبقى قد الدنيا صدقناك، قلت صبروا سنتين صبرنا، لا بعد 4 سنين صبرنا، لا 6 سنين صبرنا، ويوم عن يوم عمالين ننزل 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 ننزل.